مساء الخير عليكم. يعني لجنة الشباب والرياضة انعقدت اليوم في مجلس النواب لمتابعة آخر المستجدات وما يهم مجال الرياضة بشكل عام. هيسعدني أن يكون معي الدكتور فتحي ندى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك وأهلا ببرنامجك الجميل وقناة الحياة. ربنا يخليك يا دكتور. بسأل حضرتك، اللجنة إيه النهاردة عملت إيه؟ انعقدت النهاردة إيه أهم ما ناقشتوه داخل اللجنة فندم داخل مجلس النواب؟ هو الحقيقة القانون بتاع الرياضة خلص في مناقشات له، وأحيل لجنتين، الأول لجنة الدستورية واللجنة الشباب والرياضة اللي هي اللجنة الأصيلة صاحبة الحق في الاختصاص ده. ثم بدأنا بقالنا من الأسبوع اللي فات ان احنا نبدأ نناقش قانون الهيئات الشبابية، وهم من وجهة نظر بعض أعضاء اللجنة إن هو ما يسماش بقانون الشباب ولكن يسمى بقانون الهيئات الشبابية. احنا بدأنا فيه بالحاجات التعريفات بتاعته وإيه اللي هو القانون السابق وإيه التعديلات اللي ممكن تتم، فقلنا حطينا زي ما يكون شكل لطريقة المناقشة إنها تبقى مادة على أساس إن حضرتك عارف إن قانون الهيئات الشبابية والرياضية هو كان قانون 77 لسنة 75 كان بيختص بالرياضة وبيختص بالشباب. المرة دي بقى قانونين اتنين، قانون للرياضة وقانون للشباب. فعشان كده هل يا ترى هو هيختص في القانون ده بقطاع الممارسة؟ أيوه، لأن أنت عندك حضرتك حوالي قرابة 6000 مركز شباب على مستوى الجمهورية منوطين بقطاع ممارسة للرياضة وأنشطة ثقافية واجتماعية ودينية داخل مراكز الشباب، لأن هدف أساسي لمراكز الشباب أنها تحارب التطرف وتحارب الإرهاب، فلازم يبقى فيه أنشطة. كانت من وجهة نظر بعض النواب وأنا معاهم أن كان يعني خلينا نبتعد بقى على أن مراكز الشباب تبقى عبارة عن هياكل خرسانية والمفروض يبقى فيها أنشطة، وإيه هي الأنشطة دي ومحتواها إيه. وبعدين النهاردة كان في برضو بعض الآراء اللي بتتقال ان كفايانا بقى ان انت مثلا تيجي على مركز شباب الجزيرة وتصرف فيه قرابة نصف مليار جنيه وتيجي على المركز الأولمبي وتصرف نفس المبلغ، وانت عندك اساسا مراكز شباب في بعض القرى لعدد كبير من الناس مش موجودة اساسا. يبقى اللي عندي محتاج ياكل اديله اكل، ولا اللي محتاج لبس او اطور له في الحاجه بتاعته، فما فيش مقارنه. عشان كده خدنا توصيه كان عليها اجماع من اعضاء اللجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب ان لابد على الدوله المسؤوليه تنفيذ مسؤوليتها تجاه نص الماده 84 من الدستور بحق الممارسه للرياضه للجميع عن طريق انشاء مراكز شباب في كل اماكن يزيد فيها عدد الأفراد فيها عن 5000 فرد. طب هل فندم ناقشتوا موضوع أزمة الرياضة اللي موجودة حاليا والجماهير، هل ناقشتوا ده في اللجنة ولا لسه هيطرح فندم؟ هو الحقيقة اللي المفروض أن يجاوب على كل الحاجات دي الرياضة، قانون الرياضة الجديد. والشيء بالشيء يذكر، انا بجانب ان انا استاذ في كليه التربيه الرياضيه انا حاصل على لسانس حقوق وبعمل ماجستير في الحقوق. الماجستير بتاعي هو عباره عن المسؤوليه الاداريه للدوله تجاه شغب الملاعب. اللي احنا لما نيجي نتكلم على حاجه زي كده لازم الوزاره الشباب والرياضه يبقى فيه نقله نوعيه تشابه النقلة النوعية اللي حصلت قبل كده في شغب الملاعب وعودة الجماهير اللي تمت في انجلترا وبعض الدول المتقدمة. احنا مش عايزين ان الازمة تتفاقم. انا من وجهة نظري الشخصية ومن وجهة نظري كمتخصص ان المفروض ان يكون على الدولة انها تعمل حاجة اسمها الامن الرياضي. الامن الرياضي ده بيبقى متخصص على كيفية حماية ودخول الجماهير وله نظام في الدخول والخروج بكثافة عددية وان المساحة تسمح ولا لا، وهل انشاء الروابط دي هل تسجل تبع وزارة الشباب والرياضة ولا تسجل تبع وزارة التضامن الاجتماعي، وهل هي تتم بالانتخاب، وهل يبقى لهم كارنيهات وتبقى معروفة الكارنيهات دي. حل المشكلة حضرتك موجود سهل. احنا المشكلة عندنا في مصر كلها في التطبيق، عيتها تاني وتالت. المشكلة في مصر في جميع الأزمات عندنا في التطبيق. يعني مشكلة التعليم ان احنا دايما ننتظر لما يبقى فيه مشكلة، ما بنتعامل على
رد الفعل، مش بنتعامل على منع وقوع الفعل، رغم ان اداره الازمات من ضمن اساسيات تعاملها ان انت تتوقع ان في ازمه وازاي هتحط حلول لها بخطه اما طويله المدى او متوسطه المدى. في مشكلة تانية فأنا عايز أطرحها على حضرتك، كنت بقابل بعض الشباب الرياضيين المتفوقين رياضيا كانوا بيتكلموا على إلغاء الحافز الرياضي بالنسبة لهم، يعني لو في حد متفوق رياضيا كان بياخد خصم على الدراسة، كان بياخد خصم على المصروفات، ده كان بيتكلموا أنه هو هيتلغي. بطرح على حضرتك المشكلة دي ووصلت لفين، وهل ده صحيح ولا لا؟ أولا السؤال عجبني جدا، لأن ده كان مسار تساؤل جميع الجهات المختصة، زي الأكاديمية الأولمبية في اللجنة الأولمبية المصرية، زي الاتحاد الرياضي للجامعات وهو المسؤول الاتحاد النوعي. احنا انا ناشط وانا عضو مجلس إدارة الاتحاد ده، عملنا ندوة واتنين، وكان هناك رفض قاطع، لانك انت بتقتل على الرياضة المصرية وبتقول لهم يا جماعة لو سمحت ما تمارس الرياضة في السن اللي بترتبط فيها بقطاع البطولة اساسا، وسن خطير، وبعدين تسيب الرياضة فترة وبعدين ترجعه تاني، ده امر مستحيل ان هو يتم تنفيذه. عشان كده كل الهيئات المعنية والمرتبطة بقطاع الرياضة رفضت هذه الجزئية، وحصلت توصيات منها بدأت على لجنة الشباب، وجزء كبير ارتبط بيها بان احنا اقترحنا في نص مادة في قانون الرياضة بضرورة وجود الحافز الرياضي للمتفوقين في قطاع في المسابقات داخل قطاع التعليم او اللي هي قبل الجامعي او داخل الاندية، او مش شرط انها ترتبط بالمنتخبات فقط لا غير. وبناء عليه اللي حصل ان وزير التعليم العالي حاطط آلية لمجرد لايحة تخرج من عنده ان هو يلحق بيها لسد الثغرة اللي هتتم هذا العام على غرار السنوات السابقة لحين صدور قانون الرياضة. شكرك يا سيادة النائب، شكرا جزيلا لحضرتك للإفادة اللي حضرتك أفدتنا يا فندم، شكرا جزيلا. أنا اللي بشكرك وبشكر البرنامج الجميل، وسلامنا للأستاذ شريف. أشكرك فندم، شكرا جزيلا. يعني ده كان لقاءنا مع الدكتور فتحي ندى، نشكركم وأعود إليكم مرة أخرى.